قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دعاء ليلة القدر كما علمه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وهي حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.